لم يعد الطريق سالكا كي تمضي أقدامهم الخائفة بأمان، فالأرض التي يمشون عليها فائدة بالخوف والنهايات الموجعة في حقول الموت المفتوحة منذ الانقلاب. لعلهم يشعرون بحجم الخسارة والفقدان وسط هذا الركام، لكنهم لا يعرفون كثيرا عن حرب الميليشيا ولا يدركون معنى انتقام الجغرافيا. وحده فقط من يكابد الظروف والهزائم بعد وفاة أربعة من أبنائه إثر انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي في صحراء الجوف أودى بحياتهما دفعة واحدة. الأرض الصحراء نجمع حطب ونسوق السوق نتعيش منه. راحوا جهالي أحمر الحطب والحوثي زرع الغام الطريق راحوا من الغام يا محمد الحطب حسبنا الله ونعم الوكيل. ثلاثة عيالي ثلاثة والرابع بالأخوي وماتوا كلهم والسيارة عادوا متحكم. كأنه يحصي ما تبقى من مواسم الجفاف، حيث الخيام الملتهبة بالمعاناة ونهاراتها المعجونة بالغبار. إنه الواقع المحموم بالحرب والفقر والشتات، وبين هذه الخيارات يعيش العم مبخوت معتركا صعبا بعد أن حالت ألغام الميليشيا بينه ومصدر عيش أسرته الفقيرة، وهو العاجز عن صنع احتمالات النجاة والمصاب بانسداد صمامات القلب والفاقد لإحدى كليتي. عند القلب أنا مريض من القلب وتحالت كل مديره قالوا مسدد الشرايين بسفر الخارج ولا ما اقدر اسافر الخارج. كانوا العيال كافيين جالس في البيت. الحين قمت بالاعمال براهم بعد ما استشهدوا. انا اللي قايم الثلاثه التاليين انا اللي قايم بالاعمال وانا ما اقدر اشتغل. انا عندي كلى وعندي قلب. عندما تتكالب الظروف والمحن هكذا يبدو الحال وسط مخيمات النزوح بالجوف. ليس الكبار وحدهم من يتجرعون مرارة الواقع ونتائجه المضنية، الأطفال أيضا ينالون نصيبهم من الحرمان والتعب ويتقنون حتى رواية الموت. احنا رحنا نحطب يعني رحنا نحطب لو ما حملنا وجهنا نبقى السوق نبقى نجيب نبيع الحملة نوجه نشلنا خضرها من السوق كره حبنا اللغم في الطريق موت أربعة من عيال عمي بقي أنا مفيد. من يوقف هذا النزيف الإنساني المتدفق وجعا وهزائم وانتكاسات متتالية، حيث يكتوي بنارها اليمنيون منذ خمسة أعوام من حرب الميليشيا وجر البلاد إلى قلب المواجهة الدامية وتحويلها إلى ساحة حرب مفتوحة بالوكالة يموت فيها من يموت، وتتسع معها خيارات المجهول الذي ينتظر الجميع. علي الجرادي، قناة بلقيس، الجوف.